بتدوس على دا ودا سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة هالأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على دا ودا سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة سرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا للدارة في منظرنا وجوانا مكسرنا بنقاوح في قدرنا سرقانا السكينة شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية غير لف ودوران. أنا بجدد عليك العرض اللي عرضته عليك قبل كده. عرض إيه؟ أنا مشكلتي مع سعيد اتحلت خلاص ورجعت الشركة. ما أعتقدش إنك بتنسى أحد. عموماً أفكرك بيه. لما جالي سعيد الكومي علشان ما عينكش عندي في الشركة، قلت لك روح اشتغل عنده لحسين. وساعتها أنا ما ردتش. عشان كده أنا بعيد العرض عليك. أنا برضه مش فاهم. يعني اشتغل عنده لحسابه. بص يا احمد، انا اعرف سعيد الكومي كويس قوي ومتاكد ان في بينك وبينه معلومات مهمه. انا رجل اعمال بيزنس مان، يعني المعلومه عندي ليها ثمن، ومتاكد طول الفتره اللي فاتت اللي انت اشتغلت فيها عنده هيبقى عندك معلومات ممكن تفيدني في شغلي. برضه مش فاهم. انت كده عايزنا نتكلم على بلاطه. حاضر. سعيد الكومي اكبر منافس ليا في السوق في المقاولات وفي البورصه. هات المعلومه اللي تاذيه وحدد انت الثمن. على فكره انا سمعت من منصور صاحبك اللي بيشتغل عندي في الشركه انك خاطب وعلى وش جواز. انا ممكن اامن لك ثروه صغيره كده في البنك تامن حياتك اللي جايه. لا 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 لا، أنا مش عاوز رد دلوقتي يا أحمد، أنا عاوزك تفكر،
فكر كويس قوي وخد وقتك وبعدين رد عليا، هتلاقيني مستنيك. متهيألي بقى ده إعلان صريح منه، صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. ده قال إن مفيش حاجة في حياته أهم مني، وإنه هيفضل مركز معايا جدا الفترة الجاية. المهم أنتِ حبيبتي ناوية على إيه؟ مش عارفة، بس أنا فرحانة وقلقانة. من إيه بس؟ هو في حب كده بيجي فجأة؟ ده ما كانش باين عليه قبل كده ولا حتى إعجاب، فجأة كده بقى يحبني؟ لا طبعًا. بس ليه ما تقوليش إنه إنسان محترم وحب الأول يخلص من اللي كان خاطبها دي؟ هموت وأعرف مين دي، أكيد شفتها قبل كده، خصوصًا بقى إنها كانت شغالة عندنا في الشركة. ياه، طب أنتِ ما سألتيهوش مين دي؟ ودي تفوتني برضه، سألته طبعًا بس ما رضيش يرد. المهم أنتِ مبسوطة؟ مبسوطة، بس خايفة. من ايه بس؟ عارفه انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ نفسي الزمن يقف، يفضل احمد معجب بيا، لان الوقت لو عدى ممكن يعرف حاجات تبعده عني يا ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، طبعا اللي انت بتقوليه ده مش ممكن هيحصل، الزمن عمره ما بيتوقف، لكن في حاجه اهم من كده، انك تنبسطي باللي انت فيه دلوقتي، لا تفكري في اللي فات ولا في اللي جاي. يا ريت ينفع. لا بس بجد تعرفي ايه اجمل حاجه فيكي؟ ايه بعرف طبعا، حلوه ومهضومه ودمعتي خفاف، وفيك تقول اني احلى بنت في العالم. لا بس انا ما كانش قصدي كده خالص على فكره. يعني انا ماني حلوه؟ لا حلوه طبعا وجميله وزي القمر، بس انا كنت عايز اقول حاجه تانية. قول. كنت عايز اقول ان انت عامله زي الاطفال، تعرفي تعبري عن سعادتي بكل سهوله وببساطه. لاني ببساطه بعرف انه هي الحياه قصيره، فاذا قدرنا نحقق فيها سعاده نكون شطار، اما اذا قدرنا نفيض بهي السعاده على اللي حوالينا نكون اشطر. ايه الفلسفه دي كلها ما شاء الله؟ تعرف ليه؟ لانه يمكن نقدر نهديهم ونخليهم يفكروا ويحبوا بطريقتنا. ماما هي اللي كانت دايما تعلمني هيك. اللي بقى بما انك اكبر مني وخبرتك اكبر من خبرتي، قولي يا بنتي سامحي. لا اذا وحده بتحب واحد بتحبه يعني ولا كده وكده؟ هلا اذا حتتمسخر ما بدي كمل. لا خلاص تمام، بتحب واحد وبعدين؟ انه ايه بتحبه يعني، وبصراحه ما قالت له انه تلمح له هيك من بعيد لبعيد ولا تروح تقول له هيك خبط لزق. بصي هو سؤال صعب، بس المفروض يعني لازم هي تعرف في الاول هو متجاوب معاها ولا لا، بس ممكن يبقى معجب بيها بس بيتقل او متردد شويه. وفي احتمال تاني شو؟ انه يكون مش شايفها اصلا ولا حاسس بيها، وبعدين هي لو راحت طلبت منه كده هيرفض، شكلها هيبقى وحش قوي ساعتها. ايه عندك اسئله تانية؟ ايه هو في فكره كده في دماغي بحاول اوقفها يعني. طب حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا. وعايز توقفها ليه بقى؟ مش وقتها. طب هي ايه الفكرة دي؟ احكي لي. الفكرة دي ان انا معجب بيكي وعايز اتجوزك. فكرة هايلة، انا شايفاها فكرة هايلة. طب ايه اللي بيضحك طيب؟ اصلي بصراحة كنت مراهنة نفسي انك هتطلب مني الطلب ده الاسبوع ده. حكيم روحاني حضرتك. استنى بس، انت قلت لي الوقت مش مناسب. في ايه؟ بص يا نرمين، انا في حرب حقيقيه، في تهديد لشغلي ولاولادي، وليلى كمان بتمر بظروف صعبه قوي. اه بس يعني ليلى ظروفها مش هتبقى مؤقته يا سعيد. انا ما بتكلمش على مرضها، انا بتكلم عن حياتها عموما. حياتي يعني في ناس كتير بتبقى شخصيات عامة وعندها مشاكل في شغلها، عندها مشاكل في حياتها، وبتسيب حياتها الشخصية يعني لوحدها لحد ما يجي الوقت المناسب انها تعرف. ممكن نعمل كده يعني. انت بتتجوزين؟ موافقة. يوجي انت عمى والحلاوتي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، ابنك زي القمر يا حنان. شدي حيلك بقى وخويت بنت تطلع قمر زيه كده ان شاء الله يا طنط. لا انا عايز ماما تجيب لي ولد عشان يلعب معايا.
بيدور على مصلحته. حبيب قلبي. يلا يا حبيبي بقى خش العب في اوضتك عشان نعرف نتكلم شويه. ادخلي معايا يا مروة عشان يكسر حاجه. حاضر. يلا يا سكريم عشان نلعب بلاي ستيشن. منوره يا ام حسن. الله يكرم اصلك يا حبيبتي. معلش اتاخرت عليكي. طمنيني على صحتك. والله فضل من ربنا. تسلم رجليكي. الحمد لله. شوفي بقى يا اختي انا جايه اطمن عليكي اه بس جايه كمان لسبب تاني. خير؟ طبعا احنا مش غرب عن بعض، واحمد وحسن اخوات من اكتر من 20 سنه. طبعا يا اختي ربنا يديم المعروف يا رب. وطبعا اكيد عرفته ان حسن اتقدم لهاله اخت هند. والله الناس ما تتعيبش يا طنط. رايك ايه يا ام عادل؟ رايي يا زين مختار، ده انت لا مؤاخذه لو لفتي البلد كلها عشان تلاقي عروسه لابنك مش هتلاقي زي هاله بنت امين. امال ايه يا اختي اللي انا عرفته ده؟ والله يا طنط يعني الجواز في الاول وفي الاخر ده نصيب، واللي حصل بين احمد وهند. شوفي يا ام حسن صلي على اللي هيشفع فينا. عليه افضل الصلاه والسلام. انت يا اختي مش غريبه، لما القهوه ولعت احمد اترفد من شغله والظروف يعني ضاقت علينا حبتين، واحمد صغير وخايب افتكر انه ما يسيب هند هيحل ازمه بفلوس الشقه اللي كان هيتجوز فيها. بس انا مش هسيبه يعمل كده، واللي انت جايه تسالي عليه جوابه عندي. انا مش هخلي احمد يسيب هند عشان مش هعرف الاقي له نسب احسن من كده. ربنا يطمن قلبك يا حبيبتي زي ما طمنتي قلبي. اتفضل يا استاذ احمد، دول 40,000 جنيه تحت الحساب، والباقي هجيبه لك وقت ما نيجي نسجل. قال لي يا استاذ احمد انت ليه مطرح تاني هتتجوز فيه؟ شو اليوم ما شفتك بالشركة؟ رحتي بكير؟ لا رحت قعدت ساعتين بس ومشيت. والله قلت لحالي رح تمشي اخر وحدة من الشغل من كتر ما كنتي طاير عقلك بالرجعة. مساء الخير. سنور. مساء الخير. ازيكم كويسين؟ تمام. اهلا يا سعيد. اهلا بيكي. مصطفى فين؟ مصطفى جاب لنا لغاية هنا ومشي على طول. طيب يلا. بابا. نعم. عايز اتكلم مع حضرتك شوية. طيب تعالي يلا. عن اذنك. عن اذنك. خير يا بابا؟ قبل ما اقول لك خير وعاوزاك في ايه عايز اسالك سؤال الاول لو سمحت. اتفضلي. هو انت كنت بتتغدى مع الاسمها نرمين دي النهارده؟ اه. ايه؟ يعني هي كانت عايزاني في موضوع تستشيرني فيه بس. في ايه بس؟ نقوله. بابا هو انت ما تفكرش ترجع لماما خالص؟ ايه اللي خلى الفكره دي تيجي في دماغك؟ عشان ماما رجعت يعني يبقى انا لازم ارجع لها؟ لا مش قصدي كده، عشان انت يعني ما اتجوزتش ولا حبيت طول الفتره دي، فافتكرت ان انت يعني ممكن مستنيها. اه انا عارف طبعا ان مشاعرك ناحيه امك دلوقتي قويه جدا لانها كانت بعيده عنك وجت عاشت معاكي، بس مش معنى انها رجعت او ما نرجع لها ما ينفعش ارجع لنبيله. اللي بيني وبين نبيله صفحة اتقفلت وانتهت خلاص. انا ما بفرطلكيش طلب، بس الموضوع ده بالذات مش حاضر. حقك عليا، انا مش قصدي اضايقك ولا حاجه، بس انا يعني كنت بسالك بس مش اكتر. بصي الفكره اللي جت في دماغك دي انا ما فكرتش فيها ومش هفكر فيها بقى. يوم ما تفكري في الجواز تفكري فيا انا. ما انا افكر في مين؟ انا هسالك سؤال بقى، ما فكرتيش انت بقى انك ترتبطي وتتجوزي وتعيشي حياتك بقى طبيعي؟ ازاي بقى افكر في مين يعني؟ اروح ادور على عريس واتقدم له انا؟ شاوري على اي واحد وانا اجيبهولك تحت جزمتك. هو انا بختار عربيه
مين ده اللي هجيبه لي تحت رجليا؟ انت ليه مخلي لي كل حاجه سهله قوي كده؟ اي حاجه سهله، اي حاجه صعبه انا ممكن اعملها لك عشان ترضي. ربنا يخليك لي يا بابا، بس انا لازم اللي هتجوزه ده ابقى بحبه وهو كمان يبقى بيحبني قوي. يبقى ما عرفتنيش يا احمد اشاهين يا اخويا. يا عادل احنا مشكلتنا في الفلوس، وام الفلوس اهي، خدها وصلح القهوه. يعني صلح القهوه وتبوظ حياتك؟ ما هو كده كده بايظه. وبعدين انا كنت هسيب هند سواء قبل موضوع القهوه او بعدها. ليه تسيبها؟ ليه؟ عملت ايه البنت تستاهل الغدر ده؟ وانت مالك انت؟ انا مالي؟ اه صحيح انا مالي، انا اسف يا عادل. انا اسف يا عادل والله ما قصدي. اوه احمد، ما ينفعش تسيبه كده وتنزل. خش طيب بخاطره، وانا مش شايل الهدوم اللي عليا. طب ما بدل ما انت كاتم في قلبك كده عامل زي قدره الفول اللي بتغلي، ما تقول لي يا ابني فضفض. ايه اللي بيك؟ ليه هتسيب البنت اللي طول عمرك بتحلم تتجوزها؟ عشان حاجه تتظبط يا امي، ولا هو تصلح. مش مصدقاك يا احمد، مش مصدقاك. انا عايز انزل. احمد تعال خد الفلوس دي، لا اخوك هيمد ايده عليها ولا انا كمان. قولي لي يا لولا، مين اللي عامل ديكورات الفيلا هنا؟ بابا طبعا، احنا بقالنا هنا اكتر من 10 سنين، وفاكرة انه بابا كان هو اللي رسم كل حاجة وادى المهندسين ينفذوا كل اللي هو طلبه بالظبط. الا طبعا اوضتي واوضة مصطفى، يعني يمكن لينا ذوق شوية فيها. عاجبينك ولا لا الاول؟ عارفة يا ليلى، اقولك على حاجة، زمان قبل ما ننفصل انا وباباكي كنا مفكرين ان احنا ننقل في بيت كبير، وقعدنا نقول افكارنا ازاي هنوضبه وازاي هنحط ايه فين ونعمل ايه. لما جيت هنا الفيلا لقيته عمل كل افكاري اللي انا قلتها له. بس دي حاجه كويسه مش كده؟ لا ما تفهمينيش غلط، انا مش قصدي طبعا ان انا لسه شغله دماغ باباكي ولا حاجه، انا بس لما جيت الفيلا وشفتها افتكرت. مش عارفه، انا حاسه ان انا تعبانه شويه. ايه رايك نشرب حاجه سخنه انا وانتي؟ تشربي معايا؟ نشرب حاجه سخنة. مدام نبيله بتقول عندها سخونيه ومش قادره تقف على طولها، هي اللي قالت لي ابلغك. طيب روحي انت يا هاديه، انا عايزه اطمن عليها. بقول لك روحي انت، انا هطمن عليها. حاضر. ايه مالها ليلى؟ سخنه قوي. انت كويسه يا ماما؟ ما تخافش يا بابا، انا كويسه ما تخافش. يا ليلى مالك؟ في ايه؟ تعبانه شويه دكتور بهاء. ليلى تعبانه قوي، انا عايزك تيجي البيت بسرعه بسرعه بهاء ارجوك. ايه خدت برد تاني ولا ايه؟ ايوه هقوم. بهاء جاي حالا. ما تخافش يا مصطفى، انا كويسه، دول شويه برد وهيروحوا لحالهم. والله يا استاذ احمد ما اعرف، هي الساعه دلوقتي بقت 11 وسعيد بيه ما اتصلش ولا جه، مع ان احنا عندنا مواعيد كتير النهارده، وكمان مصطفى بيه ما جاش برضه. وليلى برضه تليفونها مقفول. غريبه دي الصراحه. طيب شكرا يا محمد. تحت امرك، اتفضل يا استاذ احمد. مفيش داعي للمستشفى، انا اديتها خفض الحراره وقلت لمامتها تعمل لها كمادات عشان الحراره تنزل. ما تقلقش، ده امر طبيعي جدا في حالتي. انا عايز اوديها المستشفى، الرعايه هناك اهم. ما تخافش، ليلى زي الفل. وبعدين مش كل لما تتعب هنوديها المستشفى، ده مش كويس عشان نفسيتها. لا طب اتفضل اتفضل اتفضل. دكتور الو. ايوه ليلى تعبانه شويه، عندها شويه برد. عاوز تيجي؟ اهلا وسهلا. بس ليه؟ في حاجه؟ باباك ده قلق جدا. طبعا يا دكتور، حكايه الحراره اللي بتزيد عندها كل شويه دي حاجه تقلق فعلا. ما انا قلت له 100 مره ان ده عرض طبيعي جدا لمرضى الايدز. ايدز؟ خفيش، اللي انا فيه ده عادي على فكره. كيف يعني عادي؟ حرارتك ما عم تنزل. طب شو قال الدكتور؟
يا بنتي ما تبقيش اوفر بقى، ما بتنزلش انت كمان، ده دور انفلونزا جامد شويه فبيعمل حراره جامده كده وما بتنزلش بسهوله. ممكن اطلب منك طلب؟ شو ممكن تقولي لسنايا تعمل لي بس حاجه سخنه اشربها؟ من عيوني انا هعمل لك اياها. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله لنا يا رب. بعد الشر عليك، اوعي تقولي كده على نفسك. يا رب اللي انا فيه ده ما حدش يشوفه في العالم ده كله يا رب. اهدى اهدى اهدى. ايه بقالك سنه ونص بتكذب عليا انت وبنتك؟ في ايه؟ وطي صوتك وطي صوتك. انا مش مهم عندك، سيبني عايش في بيت واحد مع واحده عندها ايدز. ايه بتضحي بيا؟ بس طب اهدى اهدى، تعال نخش المكتب نتكلم. مش عايز اتكلم معاك خلاص. لا هتتكلم وهتكلم في المكتب وطي صوتك. ما تشرطش عليا اتكلم ازاي؟ عايز اعرف منك دلوقتي حالا انت كذبت عليا ليه؟ قدامي بقى على المكتب قدامي. خش. مش المفروض حد يعرف حاجه خالص. حد؟ أنا بقيت حد؟ مش قصدي، طريقتك دي موتراني، اهدى شوية عشان أعرف أفهمك. مش عايز أفهم حاجة ولا عايز أسمع أي حاجة. إيدز، إيدز، مش يمكن أنا كمان دلوقتي اللي قالت لي العدوى؟ إيه الجنان ده؟ مستحيل طبعًا. ليلى أختك مسكينة، عبد المنعم اللي نقل لها مرض مات. أختي مسكينة؟ أنا ما قلتش حاجة، بس كان لازم تحذرني عشان ما بقاش أنا كمان مسكين وأنت مسكين وكلنا نموت. الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا بتناقش معاك ليه أصلًا ولا بتكلم معاك ليه؟ أنت طول الوقت بتكذب عليا. بقولك يا مصطفى، راعي كلامك معايا. بطل انت كدب بقى شويه. في الاول ضحكت عليا وقلت لي ان امي ماتت وطلعت عايشه، ودلوقتي مصيبه ليلى. في ايه تاني؟ في انك بتتكلم وبس. لازم انا اتكلم عشان تفهم وتسمعني. مش عايز افهم حاجه، انا خلاص سايب لك البيت وماشي ومش هتشوف وشي تاني. ايه محمود، بقول لك ايه، انا عرفت خبر بمليون جنيه. لا مش هينفع، لما اجي لك بقول لك. انا هستأذن دلوقتي، ساعه كتير واكون عندك. مش هتاخر. استغفر الله العلي العظيم. هو في ايه؟ مقفل دلوقتي. هي ليه مامك في البيت ده ولا ايه يا ربي؟ في ايه يا حاجه؟ بس مالك؟ سيبيني يا سناء، روحي الشغل. خلاص حقك عليا. بقول لك ايه، انا هخرج ساعتين كده ومش هتاخر. عايزه حاجه اجيبها لك معايا؟ مفيش خروج النهارده خالص. ليه بقى؟ ما انا بقول لك ساعتين بكتير واكون هنا. انت ايه البعيده يعني؟ ما عندكيش احساس؟ جبله الست ليلى عيانه وزعيف في كل مكان في الفيلا ومكركبه الدنيا حوالين مننا، وانت عايزه تخرجي؟ ما تتهدي بقى. ده هاديه، بلاقي عندك زهورات او بابونج او زهورات يعني اعشاب؟ اوكي مظبوط. بدي اعمل شيء سخن لليلى. لا لا لا، اتفضلي حضرتك استريحي واحنا هنعمل لها. طب اوكي ثانك يو. تأمرين. اعملي ينسون بالعسل للست ليلى وطلعيه بسرعه، ما تتاخريش. حاضر. اي حوده، مش هينفع اخرج دلوقتي، لا الدنيا مكهربة على الاخر. هجيلك بالليل اكيد. لا مش هينفع، الخبر اللي هقوله لك ده لازم اقوله لك وش الوش. والله لو حلفتني على ايه ما هقول. وبقول لك ايه، تحضر لي عشوة حلوة عشان الخبر ده يستاهل انك تزبطني عشانه. مصطفى انت صغير على الحاجات دي؟ مصطفى بعدين معاك، انت مصر يعني؟ قوم يا فندم، حضرتك تحت ايه؟ تعال يا احمد تعال. يا سعيد بيه، ليلى كويسة؟ لا كويسة، أنا زي ما قلت لك في التليفون، هو شوية برد بس. تعال اتفضل. أنت أثبت لي يا أحمد إن كل اللي عملته معاك كان صح. قصدك لما هددتني؟
فهمني غلط، قصدي لما قررت ان اقربك مني واجعلك واحد من عيلتي. برضه انا مش عارف ايه المطلوب مني بالظبط. ليلى معجبه بيك، اتصرف على الاساس ده، قرب منها، بين لها انك معجب بيها، مهد لها بالارتباط. اظن ده الوقت المناسب قوي انك تبين فيه مشاعرك، مش انت بتحبها. وقلت لها انك سبت خطيبتك، خلاص قول لها انك سبت خطيبتك عشان انت بتحبها ومعجب بيها وعايز تقرب منها. اظن دي بقى بدايه كويسه قوي. اتفضل. شكرا. قولي الليلة ان احمد مستنيها عشان يطمن عليها. حاضر. صرفت الشيك؟ لا. ليه بقى؟ اصرف الشيك عشان تصدع القهوة، تجيب لك عربية، تدلع نفسك. لو عاوز فلوس اكتر روح الشركة خد اللي انت عايزه، انت خلاص بقى بقيت واحد من اصحاب الشركة. انا هصدر اوامري بصلاحياتك. اسمعني كويس يا احمد، اللي هتاخده مني شباب كتير قوي بيقضوا عمرهم كله عشان يوصلوا له ما بيقدروش. ازيك يا احمد؟ ازيك يا الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ السلام عليك. الله يسلمك. على فكره احمد لما عرف ان التعبانه اصر انه يجي يطمن عليك، فكلمني فما قدرتش اقول له لا. طب تعالى بقى ماما هنا عشان تسلم عليها. اتفضل. ماما، هو ده احمد بقى اللي حكيت لك عنه. اهلا. ازيك يا فندم؟ فرصه سعيده. اهلا. انا سمعت كتير قوي من ليلى عنك ومن باباها طبعا، كان نفسي اشوفك من زمان. ليه الشرف يا فندم. اتفضل. انا اسف ان انا جيت كده من غير ميعاد، كانش ينفع اعرف ان ليلى تعبانه ومجيش اطمن عليها. تشرب ايه يا احمد؟ انا شربت قهوه مع سعيد بيه في المكتب. احمد هتغدى معانا؟ لا اتغدى ايه، انا بس كده اطمن عليها وهمشي على طول. انا قلت هتتغدى معانا. خليك يا احمد لو سمحت. حاضر. ليلى بقول لك ايه، خش انت استراحي بقى وانا هستأذن. لا لا انا كويسه جدا مفيش حاجه، انا تمام الحمد لله. انا عايزه اقعد معاك. انا عايزه افهم حاجه، ايه سبب التغيير اللي حصل لك ده؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انت متغير 180 درجه بعد الفتره اللي انت اختفيت فيها دي ورجعت، حاسه ان رجع واحد تاني مش انت. صح، انا فعلا اتغيرت. طب وايه سبب التغيير ده؟ يمكن يكون بسبب فسخ خطوبتك مثلا؟ ممكن. في سؤال رخم شويه عايزه اساله لك بس مكسوفه لا تكسفني تاني، هو انت سبت خطيبتك ليه؟ عارفه ليلى ساعات ممكن تقابلي حد وتفتكري ده اللي ممكن تكملي معاه بقيه حياتك، بس ما بيطلعش كده. وده اللي حصل مع خطيبتك؟ بالظبط. وبعد كده بقى قابلتك، قربنا من بعض، حاجات كتير اتغيرت. كم؟ ليلى انت بنت سعيد الكومي، واحد من اغنى اغنياء مصر، عشان كده يعني لو سمحت اسمح لي بقى اقطعك في دي. في ناس كتير بتتعامل مع الغنى والفقر على انه فلوس بس، وده مش صح. هو حاجة تانية؟ أنت غنية عشان معاكي فلوس، أي حاجة عايزاها في الدنيا تشاوري عليها تجيلك على طول. اللي أنت بتقوله ده طبعا منكرش إن هو فيه جزء كبير جدا صح، بس يمكن يكون الفقر فيه حاجات تانية، فيه السعادة مثلا، أو فيه حاجات كتير ممكن تكون مش عند الأغنياء. بتهيألي بالفلوس تقدري تجيبي أي حاجة أنت عايزاها. لا صدقني مش اي حاجه،
يعني انت مثلا ممكن ترتبطي بواحد فقير؟ طبعا لو حبيته وانا اللي كمان هجري وراه. تعرف انا بسالك السؤال ده ايه؟ نفسي بصراحة اعرف ليه. يعني في واحد صاحبي عارف كويس، يعني كويس قوي، قال لي ان هو معجب بيكي ومش عارف يجي صرحك بده عشان هو فقير. يعني اولا سلمني على صاحبك ده قوي. ثانيا بقى ودي الاهم، قوله ما يقلقش خالص، ما يمكن اكون انا اصلا معجبه بيه. هو عارف منين يعني؟ هلا، مش عارف الكلام اللي انا هقوله ده المفروض اقوله ولا اسكت ما اقولوش، ولا يعني اتلخبط شويه كده. ليه يا حسن؟ انت تقولي حاجه تزعلني؟ ده تتقطع رقبتي بعد الشر. طب قول. هقول لك، زمان يعني وانا في سنه اولى معهد كنت دايما احب ازوغ من معهد واروح اقعد في الدكان مع ابويا محل الموبايلات دلوقتي، يعني كنت اقعد ساعتين ثلاثه معاه في المحل، ما اعملش اي حاجه، افضل اتفرج على اللي رايح واللي جاي. وكان كذا مره يقفش عليا يقول لي يا اما تروح تعمل مجال شغل ولا مشغله، روح شوف لك مصلحتك كده، ذاكر لك كلمتين، اعمل لك اي حاجه تفيدك. اقول له يا حاج ما انا قاعد معاك في المحل بونسك وباخد بحسك. بس ما كانتش دي الحقيقه، يعني كنت افضل قاعد في المحل عشان اشوفك. شوفني انا؟ يعني انت كنت بحبك؟ اه والله بحبك. كنت دايما اشوفك كده في الحته، كنت زي الورده المفتحه، كنت احلى واحده في الحته. واقول يا رب يا رب بحق جاه النبي محد يتجوزي غيري. يعني انت السبب اللي قاعدني لحد دلوقتي من غير جواز؟ ايوه. أنا مش قادرة أصدق، ما كنتش أتصور إن في حد بيفكر فيا قوي كده. لا تصوري، بيفكر فيكي أكتر من كده كمان. أنت مش قليلة يا هالة، عارفة خالتك أبو حسن كان دايما كل شوية تقول لي يا دي حسن أنت ابن حلال، يا دي حسن ربنا هيكرمك. كنت دايما أقول يعني أم زي أي أم بتقول ابنها الكلمتين دول، بس ما عرفتش قيمة الكلمتين دول إلا لما شفتك وحبيتك ووافقت ان احنا نتجوز. بس يا حسن بقى الكلام ده كتير قوي عليا. كتير ايه؟ احنا هنتجوز امتى؟ انا عارف طبعا اليومين دول ان الجو في البيت متكهرب خالص بسبب موضوع احمد وحاله هند النفسيه، فهيبقى شكل وحش قوي لو دخلت لعم امين دلوقتي وقلت له نتكلم في حوار الجواز ده. بص يا ست الكل، انت كل اللي عليكي بس شاوريني على الميعاد المناسب اللي اروح اكلف ابوكي. انت كل اللي عليكي دلوقتي تنزلي تنقي احلى شبكه واحلى اوضه نوم لاحلى عروسه في الدنيا، عشان يوم اروح اقابل عم امين يبقى ضربنا ثلاث عصافير بحجر واحد، شبكه وكاتب كتاب ودخله في ليله واحده. قلت انا بتكلم غلط؟ ازيك يا صفاء؟ عامله ايه؟ اهلا مريومه الجميله. عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. هندهلك دلوقتي هنا. اهلا يا حبيبتي. يا رند
اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم. ايه بقى بنتك بقالها يومين مختفيه، راحت فين؟ معلش ظروفنا متلخبطه شويه. ليه خير في ايه؟ المهم يا بنتي طمنيني عليك، انت احوالك ايه؟ الجواز يا عمو، الجواز تفاصيل كتير جدا بقى، فستان فرح وكوافير وحجز وكمان الباسبور، اصلا انا هسافر معاه بعد الجواز باسبوعين، رايحه الامارات. ربنا يتمم لك بالخير يا بنتي. ربنا يخليك يا عمو يا رب. ازيك صفاء؟ يا هانم بقالك يومين تليفونك يا مقفول يا ما بترديش، في ايه بقى؟ معلش يا صفاء الدنيا ملخبطه شويه اليومين دول. في ايه؟ مالك؟ غني معايا. عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا ينتقم منك يا احمد يا ابن عليا يا رب. يا عفاف حرام عليكي، بطلي تدي على الناس بقى. لا ده انا ادعي براحتي زي ما انا عايزه. هديك شايف صاحبه بنتك بقالها شهرين مخطوبه وهتتجوز وتتستر، بس احمد اللي خطب بنتك 5 سنين وفي الاخر رماها. احنا مش هنخلص بقى من المناحه بتاعت كل يوم دي. حزينه على بنتي اللي سوقها وقف. ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ انت فاكر ان في حد هيبص لبنتك بعد ما اتخطبت 5 سنين؟ بقابلني. استغفر الله العظيم. لا بقى كده الموضوع فيه سحر، اكيد اتعمل لك حاجه او اتعمل لاحمد. اتعمل له ايه؟ عمل، اتعمل له عمل. ما هو اللي انت بتقوليه ده مش طبيعي. احمد ما كانش داري بنفسه. مش احمد، كان حد تاني انا معرفوش. نفسه مش حابب اللي هو بيعمله. وهو واقف قصادي يقول لي ان احنا هنسيب بعض كان قليل، كان باصص في الارض يا صفاء. مش فاهمه حاجه، يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما اعرفش يعني ايه، ده اللي انا شفته وحسيته. انا كل ما افتكر ان احنا خلاص مش مع بعض روحي بتروح مني. عشان خاطري ما تقوليش كده. طيب هدي نفسك. امال اقول ايه؟ انا عايزه اشوفه قدامي دلوقتي، عايزه انزل في الدرب عشان يفوق، عايزه اترمي في حضنه اقول له ما تسيبنيش. انا مش عايزه احمد يسيبني يا صفاء، مش عايزه يسيبني. طب ممكن ما تقهريش نفسك كده؟ إن شاء الله هيرجع لك ندمان.